أذربيجان تعلن عن اتفاق مع الانفصاليين في ناغورنو كاراباخ لوقف إطلاق النار بعد يوم على إعلان باكو لعملية عسكرية في الإقليم. إعلان يشكل انتصارا كبيرا للرئيس إلهام علييف في رغبته في السيطرة على هذه المنطقة المتنازع عليها منذ عقود بين أذربيجان وأرمينيا. هذا الاتفاق الذي تم بوساطة روسية يثير التكهنات حول مصير هذا الإقليم وعن تبعيته السياسية وحقوق قاطنيه بالإضافة إلى مقدراته الاقتصادية. أرحب بكم في الرابط. إذن ناغورنو كاراباخ صراع قديم يتجدد وتتجدد معه المخاوف من تصعيد إقليمي بحضور أطراف دولية فاعلة، ما ينذر باشتباك دولي متعدد الأطراف. وعن ذلك نتساءل، ما هي أفق هذا التصعيد في ناغورنو كاراباخ وما حقيقة الدور الدولي في إنهاء أو تأجيج هذا الصراع؟ أيضا نتساءل، ما هي الأهمية الاقتصادية لناغورنو كاراباخ حتى يشتعل هذا الخلاف مجددا جنوب القوقاز؟ اتفاق وقف إطلاق النار توصلت إليه أذربيجان مع الانفصاليين في إقليم ناغورنو كاراباخ إثر عملية عسكرية بدأتها أذربيجان في هذا الإقليم لاستعادته بشكل كامل. جاء ذلك بينما تقترب أرمينيا أكثر نحو واشنطن ضد موسكو بمناورات مشتركة وطموحات أوروبية في تأمين خط غاز بحر قزوين من أذربيجان عبر تركيا. التفاصيل في هذا التقرير نتابع. Lokal karakterli anti terör tedbirlerinin dayandırılması barede razılık elde edilmiştir. Azerbaycan Respublikası'nın Karabağ bölgesinde yerleşen Ermenistan silahlı kuvvetlerinin birleşmeleri, gayri kanuni Ermeni silahlı desteleri silahı yere koyur, dövüş mevkilerinden ve hərbi postlardan çıkır ve tam şekilde tek silah olunurlar. Ermenistan silahlı kuvvetlerinin birleşmeleri Azerbaycan arazilerini terk edir. Qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri buraxılır. İkinci bənd. Paralel şəkildə bütün silah, sursat və ağır texnika təhvil verilir. Üçüncü bənd. Yuxarıda qeyd olunan proseslərin Rusiya sülhməramlı kontingenti ilə əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi təmin edilir. في ناغورنو كاراباخ ألقى الانفصاليون الأرمن أسلحتهم. وقف إطلاق النار أصبح ساري المفعول. اتفاق تم بوساطة قوات حفظ السلام الروسية ولم تشارك فيه يريفان بحسب رئيس وزرائها نيكول باشانيان الذي تغضب تحركاته الشعب الأرميني. تظاهرات تجوب شوارع يريفان، باشانيان خائن الهتاف الأبرز. يطالب المحتجون بفتح ممر لاتشين الطريق الوحيد الرابط بين البلاد والإقليم ذي الأغلبية الأرمنية والمحاصر منذ منتصف يوليو الماضي من قبل أذربيجان. أوقفت باكو عملياتها العسكرية التي بدأتها في الجيب الانفصالي على أن تعيد دمج الإقليم المتنازع عليه. يعيد الإقليم الذي يعد أعقد مشاكل إرث الاتحاد السوفيتي الخلاف المتجذر بين أرمينيا وأذربيجان إلى الواجهة من جديد. فبعد 3 أعوام على الحرب الأخيرة في الإقليم شنت أذربيجان هذا الهجوم العسكري بهدف أبرز، استسلام أرميني كامل وغير مشروط. صراع مستمر منذ تسعينيات القرن الماضي ولم يوقع البلدان حتى اللحظة اتفاق سلام ينهيه للأبد. فبجانب الخلاف حول وضع الإقليم وممر لاتشين يضاف للقائمة خلاف أكثر حدة حول ممر زانغزور، ممر يفترض أن يصل بين أذربيجان وجمهورية نختشيفان التابعة لها عبر الأراضي الأرمينية ومنه إلى تركيا حليف أذربيجان الأبرز، وهو أمر تعارضه إيران بشدة. قد تبدو أزمة بين دولتين لكنها أعمق من هذا الوصف بفعل تجذبات وتدخلات القوى الإقليمية والدولية بما فيها روسيا وتركيا وإيران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
قوى مختلفة في تصوراتها الخاصة بالأساس لمصالحها في العلاقة مع أذربيجان وأرمينيا، لكن في هذه الأزمة تبدو أذربيجان في الموقع الأقوى من كافة النواحي عسكرياً واقتصادياً وحتى فيما يخص سياستها الخارجية. تلك الدولة المطلة على بحر قزوين مهمة من الناحية الاستراتيجية لجميع الأطراف، فعلى مدى العقدين الماضيين أعادت أذربيجان الغنية بالنفط والغاز تعريف نفسها من دولة متعثرة مستقلة حديثاً إلى لاعب إقليمي رئيسي في مجال الطاقة. وعلى الرغم من خلو الإقليم المتنازع عليه من نفط أو غاز، فإن موقعه وتضاريسه الجبلية تمنحه ميزة استراتيجية لأرمينيا على أذربيجان. وتكمن كلمة السر هنا في غنى جبال الإقليم بالمعادن الثمينة وشبه الثمينة. واقتصادياً تعد أرمينيا التي تعتمد على صادرات المعادن بشكل أكبر الشريك التجاري الرئيس لإقليم ناغورنو كاراباخ. لكن أرمينيا المتحالفة مع إيران والساعية لجذب دعم الغرب واستعداء روسيا لها ترقص على حبال مهترئة، فبعد أن كانت مقيدة بالمدار الروسي باتت تشكك الآن في تحالفها مع موسكو، بل أضحت تعتبره خطأ استراتيجيا. وتحولت دفة أرمينيا نحو واشنطن بمناورات مشتركة مزعجة لحليفتها السابقة موسكو، وتحولت معها سياستها الخارجية أكثر نحو معسكر الغرب بشكل يتوقع المحللون أن يورطها لا محالة في لعبة شد الحبل الخطيرة بين الولايات المتحدة وحلف الناتو وروسيا. قبل البدء بنقاش هذه الليلة أعود وأذكركم بسؤالي الرابط: ما هو أفق التصعيد في ناغورنو كاراباخ وما حقيقة الدور الدولي في إنهاء أو تأجيج هذا الصراع؟ أيضا نتساءل ما هي الأهمية الاقتصادية لناغورنو كاراباخ حتى يشتعل هذا الخلاف مجددا جنوب القوقاز؟ هذا ما أطرحه على ضيوف الكرام في حلقة هذا المساء من الرابط من موسكو. أرحب بالدكتور ألكسندر غورنوف وهو أستاذ العلوم السياسية في معهد موسكو للعلاقات الدولية. أيضا أرحب من باكو بالسيد روسيف حسينوف وهو مدير مركز توبشوف للدراسات السياسية والدولية، أهلا وسهلا. ومن يريفان ينضم إلي السيد ساكو أريان الكاتب الصحفي، مرحبا بك. أبدأ مع ضيفي من باكو سيد روسيف. الآن أذربيجان أعلنت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ، نتحدث عن غدا بالتحديد بدء محادثات مع الانفصالي في هذه المنطقة بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا. سؤالي: ما هي الضمانات؟ البعض يرى بأنه 24 ساعة المقبلة وهي موعد بدء هذه المفاوضات بشكل جدي هو يعني بالون اختبار لمدى تماسك هذا الاتفاق. لو تطلعنا على الضمانات ولماذا يعني جرى التوصل إلى هذا الاتفاق؟ البعض يرى بأنه سريع كانت المدة التي من خلالها توصلت أذربيجان إلى هذه الصيغة. شكرا على هذا السؤال. في الواقع قبل الحملة العسكرية الأخيرة كان الطرف الأذربيجاني قد حاول على مدى 6 أو 7 أشهر بالتواصل مع المجتمع الأرمني الموجود في كاراباخ، وأحيانا السلطات في باكو كانت ترسل دعوة لممثلي هذا المجتمع الموجود من الأرمنيين مطالبة بالحوار، إلا أن هذا رفض من الطرف الأرميني. وإضافة إلى ذلك وبحسب الرواية الأذربيجانية استمروا باستفزازاتهم في إقليم كاراباخ عبر زرع المتفجرات التي أدت إلى مقتل عدد من الأذربيجانيين من المدنيين ومن العسكريين الألغام الأرضية. وبالتالي هنا الجيش الأذربيجاني كان قد اعتبر أو بدأ بهذه الحملة العسكرية السريعة لأنها اعتبرت من قبل الطرف الأذربيجاني على أنها مهمة لفرض السلام، وهذه العملية الخاطفة كما نسميها أصبحت ناجحة أو تكللت بالنجاح لأنها وضعت حدا إلى هذه الجمهورية غير المعترف بها جمهورية ناغورنو كاراباخ، وسوف تمتد إلى أو سوف تمتد إلى حل الأزمة هذه التي بدأت منذ أكثر من 30 عاما.
طيب، إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا، أي ناكورنو كاراباخ، وأبقى معك سيد روسيف، أسألك هنا، يعني وفق أي آلية سيتم إعادة الدمج؟ هل نتحدث عن استفتاء لأهالي هذا الإقليم؟ هل نتحدث عن مفاوضات دولية؟ هل نتحدث عن اتفاق بين الحكومة بأذربيجان وحكومة أرمينيا؟ يعني لو تطلعنا على تفاصيل أو تصور مستقبل هذا الإقليم. في الواقع إن أذربيجان سبق لها وعانت من تجارب صعبة فيما يتعلق بالتدخل الدولي في مسألة كاراباخ. نحن كان لدينا ما يعرف بمجموعة مينسك، ورؤساء هذه المجموعة كانوا قد يسروا وسهلوا المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان حول مصير هذه المنطقة، ولكن من وجهة النظر الأذربيجانية هذه المفاوضات لم تنتج أي شيء ملموس، بل بالعكس كانت أو حاولت أن تؤخر الوضع أو تؤجل الحل، وذلك كان لصالح الطرف الأرميني. لذلك أذربيجان لم تعد تريد أن تصبح هذه المشكلة مشكلة دولية أو مسألة عفوا دولية، بل تفضل أن تسميها مسألة محلية. لذلك آثرنا أن يكون هناك حوار مباشر مع المجتمع الأرميني الموجود في هذه المنطقة لإعادة دمجهم في أذربيجان. ولكن لا نتحدث عن مسألة محلية، لأنه نتحدث عن وساطة قوات حفظ السلام الروسية الموجودة في ناكورنو كاراباخ، وبالتالي المسألة ليست أرمينية أذربيجانية بحتة، هناك أطراف دولية، على الأقل نتحدث عن روسيا بشكل مباشر. أسأل من يريفان سيد ساكو، يعني يريفان كيف تنظر إلى هذه المحادثات بين أذربيجان مع الانفصاليين في ناكورنو كاراباخ؟ كيف ينظر إلى احتمالية يعني إعادة دمج الأرمن هنا؟ كيف ينظر إلى أو ينظر إلى هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وما مدى متانة هذا الاتفاق اليوم؟ مساء الخير سيدتي، شكرا لهذه الفرصة، ومساء الخير لضيوفك الكرام. سمعت بتأمل وبأهمية كلامك عن أن هذا النزاع ليس فقط بين أذربيجان وأرمينيا، هناك أطراف أكبر من هذه الدولتين، وهي طبعا الطرف الروسي الأساس، وأيضا الطرف التركي، وأيضا يوجد في المنطقة الدور الإيراني ودور الولايات المتحدة، فهذه هي مسألة دولية. لذلك لم ينتهي الصراع، هنالك غدا اجتماع مجلس الأمن، شعب أرتساخ، شعب كاراباخ يعول عليه. أما بالنسبة للسؤال كيف تعلق أرمينيا أو يريفان على هذه الأحداث، نحن نعلم بعد الاتفاق في العام 2020 الذي شارك فيه رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وأذربيجان إلهام علييف، ومن الطرف الأرميني رئيس الوزراء نيكول باشينيان، فهذا الأطراف الثلاثة تحدثوا عن إبراز عملية السلام بين في المنطقة، ولا أحد كان يفكر حين ذاك بأن أزمة كاراباخ أو أرتساخ ستنتهي بهذه التصرفات، بهذا التدخل السريع، إذا كان التعبير صحيحا، يعني بإجراء عملية جراحية في 24 ساعة. شعب أرتساخ يعني يعرف تماما الظروف المؤاتية، لذلك لأن أرمينيا لم تريد أن تتدخل، لأن الطرف الأرميني كان قد تكبد بخسائر كبيرة، وأيضا في أرمينيا يتكلمون اللسان الحال كان هو أن مصير أرتساخ كاراباخ يقرره الشعب الذي يسكن على هذه الأراضي، وهي أراضي تاريخية مرسوم حدودها في وقت الاتحاد السوفيتي، وهي كانت بمثابة إقليم ككوسوفو أو غزة أو إلى ما هنالك من مناطق في العالم لهم دور معين
استثناءات معينه، يعني ظروف ثقافيه ودينيه واثنيه معينه، ولكن التلف الاذربيجاني قد مزق هذا الاتفاق وهو يريد المنطقه كلها تحت سيطرته، كما يقول ايضا ضيفكم انهم يفكرون ان ازمه كرباخ هي حلت وكرباخ هي قسم من اذربيجان. اليوم ارض الواقع هو كذلك، نعم هذا صحيح، ولكن هذا السؤال الوجيز المهم، هل لا ولكن الشعب الان في كرباخ، الشعب الارميني، اي هل ولكن له سيد حقوق؟ ساكو هل قبل سيعيش الحديث هناك ايه قبل بأي الحديث عن ضمانات؟ حقوق ايه ولكن يجري الحديث الان عن اعاده دمج المنطقه المتنازع عليها مع ارمينيا، وبالتالي يعني على الاقل الطرح الاذربيجاني في هذه المرحله هو اعطاء الاولويه لهذا الاقليم، ليعني ربما يعود ويندمج مع ارمينيا كون انه معظم اصول ساكنيه وقاطنيه من اصول ارمينيه، وبالتالي يريفان كيف ستتعامل مع هذا الطرح؟ هل تتحدث عن حقوق؟ هل سيكون هناك يعني إجراءات قانونية، لم يقال إجراءات أبدا تشريعية؟ عن اندماج أرتساخ في أرمينيا، بل بالعكس يريدون اندماج كاراباخ في الدولة الأذربيجانية، ونحن نعلم أن غالبية السكان في أرتساخ كاراباخ هم من أصول الأرمنية، هم أرمن، فكيف سيعيشون كمواطنين في أذربيجان؟ هذا هو السؤال المهم اليوم. هل هناك ضمانات؟ ونحن نعلم اليوم الآن في كاراباخ في من أزمة إنسانية. على الجانب الأرميني، أرمينيا على أي من الأطراف الدولية تعول في هذه المرحلة في ظل الحديث عن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها، سواء بأرمينيا سواء بأذربيجان، يعني إيجاد حل؟ أرمينيا على من تعول في هذه اللحظة أو في هذا الوقت؟ يعني أولا أرمينيا تتكلم بلغة تقرير المصير، يعني هذا المصير من سيقرره؟ هو الشعب الذي سيسكن على هذا الأرض، ويجب هناك ضمانات دولية، لأن الطرف الروسي تخلى عن المبادئ الأساسية، وهو يعني أتفاجأ اليوم في باكو أعلام تركية وأعلام أزرية وأعلام روسية أيضا، ما يعني هذا؟ هذا لا يعني أن أرمينيا تخلت عن الحلف التاريخي مع روسيا، ولكن روسيا رغم انشغالها بأزمة أوكرانيا هي تخلت عن دورها في المنطقة، وهذا يعني أمر صعب جدا للطرف الروسي. نحن سنرى ملابسات هذا الوضع، ولكن بالنسبة لأرمينيا الأهم اليوم يعني احترام الحدود الأرمينية بين أذربيجان وأرمينيا. ونحن سمعنا أيضا كلاما مهما من الطرف الإيراني أن أي تغيير في الحدود التاريخية بين أرمينيا وإيران أمر مرفوض، وأيضا الولايات المتحدة طيب واضح والغرب أجمع لا إيه. يريدون أي تغيير في أمر الواقع. سأعود لحضرتك، النقاش ما زال طويل، أذهب لضيفي من موسكو. مرحبا بك دكتور ألكسندر. نعود ونذكر بأنه هذا الاتفاق الذي جرى اليوم جرى عبر وساطة قوات حفظ السلام الروسية المتمركزة في ناغورنو كاراباخ. كيف تنظر روسيا إلى هذا الاتفاق وقف إطلاق النار؟ أي ضمانات أعطت روسيا يعني جانب الانفصاليين، نتحدث هنا عن الانفصاليين، أو حتى على جانب أذربيجان، كيف ستتم إدارة هذه الأزمة؟ مرحبا بكم. أريد أن أقول أتحدث عن شيئين هامين. الأول، زميلي من أرمينيا قال أن هذه الأزمة هي دولية. هذه الأزمة ليست دولية، هذه أزمة بين أرمينيا وأذربيجان، بل وأكثر من ذلك تعلمون بأن اليوم باشنيان رفض القيام بمفاوضات مع أذربيجان، وهذا يعني أن نيكول باشنيان يعتبر أن ما يحدث في قرباخ أمر داخلي أذربيجاني، لذلك السادة في أرمينيا هذه أزمة ليست دولية، ولكنني أتفق بأن لهذه الأزمة معنى كبير بالنسبة للمنطقة. تركيا وأذربيجان وإيران وروسيا والصين جزئياً
وطبعا أرمينيا. الولايات المتحدة لا شأن لها أبدا لهذه الأزمة. كل ما تفعله الولايات المتحدة في أرمينيا وفي قرباخ هي اللعب بما يسمى بلعبة الشطرنج الكبيرة، ولكن في هذه اللعبة يمكنك في نفس الوقت أن تلعب بأحجار مختلفة في مناطق مختلفة. التوجه الرئيس في الولايات المتحدة هي الصين، ثم روسيا وأوكرانيا، أما القوقاز هو توجه آخر للولايات المتحدة. بالنسبة للأمريكيين هي لعبة، بالنسبة للروس هي تاريخ، بالنسبة لأرمينيا هي الحياة. اليوم مظاهرات بالآلاف في يريفان، الجميع يقول نيكول خائن. هؤلاء يعرفون بأن روسيا فقط ولا أحد إلا روسيا سيساعد أرمينيا كما ستساعدها روسيا، وكما لم يساعدها أحد خلال مئات السنوات. لم تساعد أرمينيا سوى روسيا. كان هناك وقت عندما تعاونت أرمينيا مع فرنسا وبريطانيا ضد تركيا، ولكن كل في تلك الحالات دول غربية كانت تخون أرمينيا لأجل مصالحها. ماذا تفعل قوات حفظ السلام الروسية؟ لا يمكن لهذه القوات أن تساهم في هذه الأزمة، لأن دورها هي ضمان الأمن والسلام. واليوم قبل مرور 24 ساعة على بداية هذه الأزمة، حتى قامت قوات حفظ السلام تمكنت من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعد عدة ساعات سوف تجلس قوات حفظ السلام الطرفين قرباخ وأرتساخ من جهة وأذربيجان من جهة أخرى ليتم الاتفاق فيما بينهم. ولكي يفهم المشاهدون ما هي قرباخ، قرباخ هي نفس الشيء في القرم. القرم السلطة السوفيتية قامت بتسليم الأرض الروسية لأوكرانيا، كان ذلك أمر شكلي في إطار دولة واحدة. وعندما انفرط العقد السوفيتي أرادت القرم أن تكون مستقلة، ولكن أوكرانيا لم ترد ذلك، وفي نهاية الأمر تم استقلال القرم. قرباخ نفس الأمر، 70% من سكان قرباخ 70% من الأرمن و 20% من الأذربيجانيين، ولكن السلطة السوفيتية ضمت الإقليم إلى أذربيجان. وعندما انفرط الاتحاد السوفيتي أرادت قرباخ أن تكون مستقلة، وكانت الحرب الأولى ربحت أرمينيا الحرب حينها، ولكن حتى حينها لم تعترف أرمينيا باستقلال قرباخ، لم تعترف قرباخ بأنه دولة أرمينية. ولكن وبعد الحرب الأخيرة التي خسرتها أرمينيا، أرمينيا وقع وباشنيان تحديدا وقع على وثيقة اعترف فيها بأن قرباخ أرض أذربيجانية، وإن أراد باشنيان استعادة تلك الأرض لهذا. طيب، شكرا على هذا الشرح، مثير للاهتمام وجهة النظر الروسية، يعني كيف يمكن تشبيه ناغورنو قرباخ بالقرم، مع انه لكل يعني لكل اقليم عنده ظروفه، ولكن كانت هذه وجهة النظر الروسية. ضيوف الكرام ابقوا معنا، مزيد من النقاش مع الضيوف جميعا ولكن بعد هذا الفاصل الاول. ابقوا معنا. في يريفان شدد رئيس الوزراء الأرميني على أن بلاده لم تشارك في إعداد نص اتفاق وقف إطلاق النار في ناغورنو قرباخ. نستمع إلى مقال. քննարկումների կողմ չի եղել, բայց մենք հույս ունենք, որ նման քայլ անելով
Ռուսաստանի Դաշնության Ղապահ Զորախումբը ամբողջությամբ կկատարի իր պարտականությունները, ինչ հետ կապված նախորդ շրջանում դուք գիտեք, որ մենք ունեցել ենք նաև որոշակի վերապահումներ. بالسياق أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن التوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع في إقليم ناغورنو كاراباخ، أو أكد على عمل قوات حفظ السلام الروسية مع السلطات المحلية على ضمان حماية المدنيين. إذا أمل الرئيس بوتين في التوصل إلى تسوية لهذا الصراع. نستمع. делают все для того, чтобы защитить мирное население. В нашем основном пункте базирования уже свыше 2000 гражданских лиц, из них более 1000 детей находятся. Но мы в очень тесном контакте, повторяю, находимся со всеми сторонами конфликта, и с властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решение этой проблемы в мирное русло. نعود لاستكمال النقاش، ونتحدث في هذا الجانب من النقاش نتحدث بالتفصيل عن يعني المواقف الدولية حيال ما يجري في ناغورنو كاراباخ. من هو المستفيد، وأيضا كيف ينعكس ذلك على الداخل الأرميني من جهة وعلى الداخل في أذربيجان؟ وهنا أسأل ضيفي من باكو سيد روسيف، شن هذه العملية العسكرية الآن من قبل أذربيجان مع 3 سنوات من آخر حرب في هذا الجانب الانفصالي يصب في مصلحة من إشعال هذا الملف الآن، أو الوصول إلى اتفاق؟ يعني بأي سياق على الساحة الدولية نفهم ما جرى؟ Yes. شكرا على هذا السؤال. في الواقع الحرب التي وقعت عام 2020 شكلت نجاحا كبيرا لأذربيجان التي تمكنت من تحرير أكبر جزء من هذه الأراضي التي كانت محتلة من قبل، إلا أن هناك قطعة صغيرة من الأرض التي أصبحت مؤقتا خارج السيطرة الأذربيجانية. تم إعادة نشر القوات الروسية هناك وأصبحت هي المسؤولة على الأرض، إلا أن الوقت الزمني هذا أو المهلة الزمنية عفوا لخروج هذه القوات الروسية هو عام 2025. وبحسب الفهم الأذربيجاني للوضع، كان من المفترض أن تحصل أذربيجان على السيطرة الكاملة على هذه الأرض بحلول العام 2025، ولكن في السنوات الثلاثة الأخيرة بعد انتهاء هذه الحرب الثانية التي وقعت عام 2020 لم يحصل أي تقدم بين السلطات في باكو والأرمنيون الموجودون في كاراباخ، لأنه لابد من التواصل بين الطرفين من أجل اتخاذ اتجاه معين. بالنسبة للأذربيجانيين هم يشجعون عملية إعادة الدمج، إلا أن المجتمع الأرميني كان يظن عن خطأ إنه سوف يتمكن من الاحتفاظ بنوع من الاستقلال أو الاستقلالية أو شبه الاستقلال، فيما إن هذا الكيان الذي تم إعلانه في كاراباخ لم يعد قابلا للحياة أو للصمود. وبالتالي خلال هذه السنوات الأخيرة الطرف الأرميني رفض أي طلب جدي للمحادثات، وخاصة هذه السنة وصلنا إلى حائط مسدود. لسوء الحظ الشق أو الطرف الأذربيجاني اضطر للجوء إلى هذه الطريقة الإجبارية، وكان مجبرا عليها من أجل التقدم في هذا الوضع الذي كان قد وصل إلى حائط مسدود. ولكن اليوم القيادة في كاراباخ لاحظت أنه لم يعد لديها أي فرص للمطالبة بأي استقلالية أو استقلال، ووافقوا على تفكيك الوحدات العسكرية. هذا الأمر واضح، ننتظر إذن مباحثات الغد. وهنا أسأل دكتور ألكسندر
الأكبر من موسكو على الساحة الدولية. دكتور ألكسندر، لا يوجد ضمانات حتى الآن من أن يعني هذا الاتفاق أو حول صمود هذا الاتفاق. سؤالي، في حال حدوث حرب أو تكررت هذه العملية العسكرية بين من أذربيجان على هذا الإقليم يعني أو على ناغورنو كاراباخ، هل من الممكن أن تتدخل يعني قوى إقليمية؟ هل من الممكن أن نرى أي تدخل تركي؟ هل من الممكن أن نرى أي تدخل إيراني؟ من ممكن أن يتحرك في هذه الحرب لمصلحة اقتصادية وسياسية في السيطرة على هذا الإقليم في هذا التوقيت؟ أثرتم نقطة مهمة للغاية. إن الجهة التي فعلا بإمكانها أن تغير فعلا وبشكل جذري الوضع في هذه الأزمة هي إيران. إيران إن تدخلت فعلا وبشكل جدي وإن شعرت بأنها أن مصالحها مهددة، أو إن فهمت بأنها قادرة على الحصول على شيء ما مقابل تدخلها، حينها ستتدخل وحينها سيكون هناك تغيير كبير. لأنه انظروا، بسبب بنهاية هذه الأزمة قرباخ أذربيجان ستحصل على قرباخ، وقرباخ هي ثلث أرمينيا، هي جزء كبير جدا. الأتراك سيحصلون على مخرج غير مباشر إلى بحر قزوين عبر أذربيجان، كما ستحصل على فرصة تطوير العلاقات والتوسع الاقتصادي والأيديولوجي في دول آسيا الوسطى، وهذا ما تفعله تركيا فعلا منذ زمن. أما أرمينيا فستخسر أرض، ولكن نخبة الأرمينية. دكتور ألكسندر، اسمح لي على المقاطعة فقط، هناك مجموعة من الأخبار العاجلة من قبل الجانب الروسي حول هذه الأزمة. وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن وفيات في صفوف قوات حفظ السلام الروسية في ناغورنو كاراباخ. هل يعمق ذلك الأزمة؟ هل يعني ذلك يزيد من انخراط روسيا على الأرض بين الجانب الأذربيجاني والأرميني؟ إن كنتم تستندون إلى أن قوات حفظ السلام الروسية تعرضت للنار، تم فعلا نفي هذه المعلومات من الطرف الأذربيجاني. أعتقد بأن الطرف الأذربيجاني ستكون حذرة للغاية لتفادي أي ضحايا من قبل قوات حفظ السلام. هذه الأخبار الأنباء عن وزارة الدفاع الروسية من دون تحديد تفاصيل. إن كانت هذه المعلومات فعلا تأكدت، للأسف أنا لا يمكنني أن أتأكد منها، يجب حينها سننظر كيف سيكون فعل رد موسكو. ولكنني أريدكم أن تعرفون بأن لدى روسيا ما يكفي من المشاكل في الأزمة العسكرية في أوكرانيا، لذلك روسيا غير مهتمة أبدا بالانخراط بأزمة عسكرية، وخاصة من أجل من؟ تركيا حليفة روسيا، أذربيجان حليفة روسيا. أما أرمينيا وروسيا مع علاقة صداقة مع الشعب الأرميني تحت قيادة شخص يريد أن يكون تابع للولايات المتحدة، الذي بشكل واضح وصريح يتبنى مواقف معادية لروسيا. لذلك لا أعتبر بأن روسيا ستنخرط بهذه الأزمة، خاصة لصالح شخص يعتبر نفسه عدو لروسيا. اسمح لي على المقاطعة فقط، أريد أن أقول لكم من هو باشينيان.
عم باشنيان أسأل ضيفي من يريفان، اسمح لي على المقاطعة فقط، الوقت أصبح ضيق. سيد ساكو من يريفان، أسأل حضرتك عن تداعيات ما جرى بناغورنو كاراباخ أو حتى هذا الاتفاق على الداخل الأرميني. تابعنا هذه المظاهرات في يريفان، يعني مجموعة كبيرة من المتظاهرين دعوا رئيس الحكومة إلى الاستقالة، هو تحدث بدوره عن دعوات للانقلاب، أن هناك دعوات للانقلاب ضده، كل ذلك في أعقاب بدء أذربيجان لهذه العملية العسكرية. كيف ننظر إلى مستقبل باشنيان في الداخل، وإلى أي مدى ما يجري في ناغورنو كاراباخ سيكون له تأثير على يعني السياسة داخل أرمينيا، أو ربما عدم رضا حول السياسة الأرمينية في التعامل مع هذه الأزمة؟ فهمت السؤال. تفضل. سيدتي فهمت السؤال، أو قبل أن أجيبك عن هذا السؤال أريد أن أعول على كلام ضيفنا الكريم من روسيا. يقول السيد ألكسندر، ونسيت الكينيا، يقول أن روسيا لا تريد أي مشكلة مع أذربيجان ومع تركيا، وهي صديقة لأرمينيا. إذا هي الطرف في هذا النزاع، لماذا أتت بقوات حفظ السلام؟ ما كان دور قوات حفظ السلام سيدتي؟ لم تفعل شيئا روسيا. وأيضا يقول أن ويقول ضيفنا أيضا يقول أن أذربيجان أخذت كاراباخ. من تركها أن تأخذ؟ روسيا أهدت كاراباخ أرتساخ إلى أذربيجان سيدتي. هذا أولا. وثانيا، إذا هناك علاقات طيبة بين روسيا وأرمينيا، ونحن نسمنها هي علاقات تاريخية أكثر من 300 عام، الشعب الأرميني وفي لروسيا، ولكن أين الأشقاء الروس في حرب 2020؟ لم يتدخلوا. اليوم كاراباخ ستخلى من السكان الأصليين الأرمن، أين هم؟ لم يفعلوا شيئا. ويعول أن نيكول باشينيان يريد على أن يأتي بالأمريكان، لا يوجد أي تدخل أمريكي في أرمينيا سيدتي، وإن هناك عدة مظاهرات فهذا أمر طبيعي، لأن الشارع مقحون، الشارع فيه غضب، خسرنا كفاية من الأراضي ومن الجنود ومن الأرواح والممتلكات. هذا أمر شيء سيء للشعب الأرميني. طيب. ولكن أن نطرح أن باشينيان مع الولايات المتحدة ضد روسيا، هذا شيء خطأ ومرفوض ومردود. طيب. هذا الكلام لأصحابي. طيب. واضح. فقط ضيفنا من موسكو يريد الرد. دكتور ألكسندر، أرى حضرتك تريد أن ترد، ولكن لو تكرمت بأقل من دقيقة، الوقت أصبح ضيق جدا، تفضل. أولا، قوات حفظ السلام قامت في الحرب في حرب كاراباخ الثانية، أنقذت أرمينيا من الدمار الشامل من قبل أذربيجان. إن لم تكن هناك قوات حفظ السلام، لم تكن هناك دولة أرمينية كدولة مستقلة ذات سيادة. تقولون بأن الأرمن لا يريدون العيش مع الولايات المتحدة، أرمينيا تقوم بمناورات عسكرية مع الولايات المتحدة رغم أنها تابعة مع منظمة الدفاع مع روسيا. وأريدكم أن تعرفون بأن الخبر الرئيس في أرمينيا أنه بالرغم عن الحرب والمظاهرات، أن حفلة سنوب دوغ مطرب الراب الأمريكي سوف سوف تقام اليوم في أرمينيا. هذا ما قاله باشينيان، وقال أن الأرمن من كاراباخ لن يستضيفهم في أرمينيا. هذه الفكرة. أنا مضطرة أقاطعكم، وصلت فكرة الجميع، يعني أستكمل النقاش فيما تبقى لدينا من وقت، ولكن مضطرة عفوا للذهاب إلى هذا الفاصل. أعود لحضراتكم فاصل أخير، ابقوا معنا. كلاهما شهد نموا في الاقتصاد وتقلص في عجز الميزانية، اقتصاد الغريمين أرمينيا وأذربيجان. في هذا التقرير نتابع.
انتعش الاقتصاد الأرميني خلال العام الماضي بسبب تدفق الأموال الروسية وفق أرقام البنك الدولي، بلغ متوسط التضخم 8.6% في عام 2022 مقارنة ب 7.2% في عام 2021، وكان الأداء المالي قويا في عام 2022 مع تقلص عجز الموازنة من 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 2.2% عام 2022. كما انخفض الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد من 60.3% عام 2021 إلى 46.7% بحلول نهاية 2022. أذربيجان نوعا ما استفادت من الحرب الأوكرانية، ففي الأشهر الأولى من عام 2022 ارتفعت صادرات الغاز إلى نحو 4 أضعاف مقارنة مع عام 2021 لتصل إلى 4.18 مليارات دولار، كما ارتفعت صادرات النفط بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما أدى إلى التخلص من العجز في الميزان التجاري بل وتحقيق فائض في الميزانية بنحو 1.57 مليار دولار في الربع الأول من 2022. أعود إلى الضيوف جميعا. أسأل من باكو سيد روسيف، على الجانب الاقتصادي أحد أهم أسباب ربما التخوف من هذه الأزمة بأنه هذه المنطقة، منطقة المعارك بالتحديد، هي قريبة من خطوط أنابيب النفط والغاز التي تربط منتجي آسيا الوسطى بالأسواق العالمية. سؤالي، إلى أي مدى مزيد من التصعيد بناغورنو كاراباخ قد يدفع إلى تدخل غربي أوروبي بشكل من الأشكال، يعني ليس بالضرورة بالشكل المباشر، من أجل مصلحة هذه الأنابيب التي يعني تريد عبرها أوروبا التخلص من العلاقة مع روسيا؟ في الواقع نعم، أنت محقة تماما. هذه المخاطر والتهديدات هي حقيقية، ولكن من تسبب بها هو الطرف الأرميني الذي أو من وهم سعوا إلى استهداف البنية التحتية الطاقوية لأذربيجان بما في ذلك الأنابيب التي تضخ النفط والغاز إلى الأسواق الغربية والعالمية. إلا أنني أعتقد أن هذا التصعيد الأخير كان المعركة الأخيرة برأيي في نزاع كاراباخ هذا. من الآن فصاعدت هذا النظام غير الشرعي قد قضي عليه، وسوف نتحدث عن إعادة الدمج السياسية والاقتصادية مع أذربيجان. ولكن بشكل عام الطرف الأذربيجاني قام بعصرنة جيشه وبنيته التحتية في السنوات الخمس أو العشرة الأخيرة، وهناك الكثير من التشديد الذي وضع على حماية البنى التحتية الأساسية منها المحطات هذه والأنابيب. واضح. هنا أسأل من ياريفان سيد ساكو، في أقل من دقيقة لو تكرمت، استمعت إلى ما قال ضيفنا بأنه هذه الأزمة حلت ويعتقد بأنه لن تكون هناك أي عملية عسكرية وسيتم السيطرة، وبالتالي يعني أي تبعات اقتصادية وسياسية ستكون يعني مسيطر عليها. هل هذه وجهة النظر الأرمينية أيضا؟ يا سيدتي الكريمة، بادئ ذي بدء، أرمينيا والدولة في يريفان، السلطة السياسية في يريفان وعلى رأسها رئيس الوزراء نيكول باشينيان دائما يتكلم بأسلوب أرمينيا تريد السلام. هذا يعني أن أرمينيا لن تتدخل في العمليات العسكرية في أرتساخ، في كاراباخ. واليوم هو السؤال الرئيسي، ماذا سيفعل الإخوان الروس بعدما قتل عدة جنود روس هم في داعي السلام في كاراباخ؟ هذا السؤال الوجيز. أما بالنسبة للشعب الكاراباخ، يجب أن يكون هناك ضمانات. سنرى في الغد ما سيحدث في الأمم المتحدة، هناك اجتماع مهم للأمم المتحدة بهذا العنوان، العنوان العريض هو أرتساخ وشعب كاراباخ، وهل هناك من ضمانات إنسانية تاريخية لها عمق متجذر في هذه الأرض الكريمة. سيد ألكسندر، بما تبقى لدينا من وقت لو تكرمت، يقول ضيفنا من يريفان بأنه ننتظر ما هي الضمانات التي ستقدمها موسكو من أجل يعني شعب يريفان أو شعب أرمينيا، أو نتحدث عن الانفصاليين، عن هذا الشق في انتظار اجتماعات الغد، ما الذي ستقدمه موسكو؟
موسكو لا يمكنها بأن تساعد بأي شيء للشعب الأرميني إن لم يكن يفكر به رئيس الوزراء الأرميني. تعرفون أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لم يكن هناك أي مواطن أرميني، كان هناك مئات الألاف من الأرمن في أذربيجان. ماذا سيكون هناك مع آلاف الأرمن في قرباخ الذي يرفض باشينيان دخولهم إلى أرمينيا؟ ما هو مصيرهم؟ هل سيساعدونهم الأمريكيون الذين يريدهم باشينيان؟ أريد أن أقول لكم ماذا قال اليوم المسؤول العسكري الأمريكي في أرمينيا. كنا نعرف بأن عمليات عسكرية موجودة في قرباخ، ولكن هناك لا يوجد أي خطر للجنود الأمريكيين، لذلك لم نقم بإجلاء الأمريكيين من أرمينيا. فقط انتهى الوقت، ولكن النقاش مع حضراتكم مهم. شكرا جزيلا دكتور ألكسندر غورنوف من موسكو، من باكو سيد روسيف حسينوف شكرا، ومن يريفان سيد ساكو أريان شكرا جزيلا لكم جميعا. قبل الختام أعود وأذكركم بسؤالي الرابط: ما أفق التصعيد في ناغورنو قرباخ، وما حقيقة الدور الدولي في إنهاء أو تأشيج هذا الصراع؟ أيضا ما الأهمية الاقتصادية لناغورنو قرباخ حتى يشتعل هذا الخلاف مجددا جنوب القوقاز؟ بعد استفاضة النقاش في ملف الليلة خلص الضيوف أنه لا أفق محدد لهذا التصعيد في ظل تشابك المواقف والمصالح الدولية في هذا الإقليم. أيضا يكتسب هذا الإقليم أهمية من موقعه الاستراتيجي، وهو ما يسبب تجدد هذا النزاع في جنوب القوقاز. وصلنا إلى ختام الرابط لهذه الليلة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.